ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الموسم البر 2008 اتش دي. طبعا الموتر رعيه تعبان عليها، هذا طبعا حاط لها رفعه طقم كامل ورا وقدام 10 انشات، تكلفتها بس الرفع 1500 دينار، تسكير شتر، دعاميه خلفيه واماميه، طبعا هنا بول فيه الجول اللي ورا، يعني الرجال يعني خسران عليه 2008. الموتر سعر 3800 دينار كويتي، ما شاء الله تبارك الرحمن، 3800 دينار كويتي. طبعا هذا بامريكا يكلف اغلى، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا شايفين الرفعه وال... طبعا هذه لها ناسه، ما شاء الله تبارك الرحمن. خمار ونص طبعا عليه الجول، عليه الشتر، تسكيره، دعاميات الخلفية ودعاميات أمامية، رعية تعبان عليه. 3800 دينار كويتي 2008، غمار ونص اتش دي. طبعا هذا الهيفي ديوتي